في مش اند اوف ذا نوز. اول حاجه نتكلم عن فريميشن اوف ذا اكسترنال نوز، واولهم هو الفرانكيولوزيس. ايه الفرانكيولوزيس؟ هو ستاف انفكشن للهير فوليكل في النيزل فيستيبيول، يعني دمل في ايه، في الفيستيبيول بتاع الانف، وعاده بيبقى في تروما. الواحد يشد شعره من مناخيره او يلعب في مناخيره كتير، ده التروما. ديابيتس طبعا بيقلل المناعة ويخلي الاستاف يعني يحصل انفكشن بسهولة، وأي سبب من الأسباب اللي بتقلل المناعة اللي هو لور دو اميونيتي. يعني هنلاقي إيه؟ هيبقى في بين تندرنس، هيبقى في ريدنس عادة في النيزل تيب، هيبقى في بس بوينتنج عادة في الفيستيبيول. وأهم حاجة نخلي بالنا هنا، بندي انتي بوديك وانالجيزيك بس ما نعصرش الدم خالص، ما نعملش اي ايه سكويز، دونت سكويز، عشان النوز دينجرس اريا ممكن يعمل لي كابرنا ساينس ثرومبوز. اما الفيستوبيلايتس فهو عباره عن ايه؟ انفلاميشن للفيستيبيول بسبب ايه؟ في راينوريا، في نزل ديشارج مستمر نتيجه حساسيه او نتيجه كومون كول، وتستخدم الهاند كارشيف اللي هو المنديل فيعمل لي درماتيتس بالشكل اللي انت شايفه ده. وتريتمنت اهم حاجه نوقف الراينوريا، علاج للكومون كول او للحساسيه، وهندي لوكال انتي بايوتيك ستيرويد كريم وبتصلح على طول. وزي ما انت شايف كده بيبقى في ريدنس وايه فيشرز في الفيستيبيول والابر ليب، كل ده بيروح بالايه كريم الستيرويد والانتي بايوتيك في خلال ايه 48 ساعه. الكومون كولد مهم جدا. لو احنا الكومون كولد عباره عن فيروس انفكشن، لو كان الكومن هو الراينو فيروس ساعتها بسميه كورايزا، لو كان الفيروس انفلونزا ساعتها بسميه فلو، وطبعا لو كان كوفيد 19 ساعتها بسميه كورونا. احنا هنتكلم دلوقتي على كومن كولد، وهنعمل ايه بعد كده الكورونا، ونعمل لهم ديفرنشال دايجنوزيس مع الانفلونزا، لان ده حديث الساعه علشان البانديميك الموجود. طيب ايه بقى الايتيولوجي بتاع كومن كولد؟ هو عادة ايه انفكشن بالراينو فيروس، موست كومن هو الراينو فيروس. ال يوجوالي بيحصل سكند انفكشن بستريبت وستاف وهيموفيلس انفلونزا كضعف المناعة، خلاص على الفيروس ايه خلص على المنطقة، تلاقي بسهولة يحصل سكند انفكشن. المود اوف انفكشن الاير بورن دروبلت اور كونتاكت، عادة هو بالنفس، يعني بالايه بالدروبلت، معظمه بالدروبلت، لكن برضه الكونتاكت في الكومون كولد محتمل جدا جدا عن طريق ايه، ايدك انت بتلعب في مناخيرك او في بقك، او مسكت حاجه عليها الفيروس ممكن تدخلها من مناخيرك او بقك. الاكسبيشن بيريود بتاعت الكومون كولد من 1 لـ3 دايز، وهنا في 4 ستيج مهمين قوي. اول ستيج خالص هي سكيميك ستيج، ودي الواحد هيحس بيرنينج سنسيشن في مناخيره، ومناخيره هيعطس. يبقى اللي مناخيره بتعمله ايه؟ هو هيحس بيرنينج سنسيشن، مناخيره هتحاول الفيروس اللي موجود تطرده بالسنيزنج، والجسم هيتفاعل بايه؟ بالشيفرينج. طيب السكند ستيج بقى اللي هي الهايبريميك ستيج، الانف هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه هايراينوريا اللي هو بروفيوز ايه ووتر ديستشارج، هيبقى فيه اوبستراكشن من انجورجمنت والاديمه، والجسم هيتفاعل بايه؟ بالفيفر. السكندري انفكشن لو حصلت بقى اللي هي عاده بتحصل 5 يوم، ممكن يبقى فيه ايه ديتشارج بيكام سيك بدل ما هو وتري، ديتشارج بيكام يلو او جرين نتيجه البكتيريا اللي دخلت، والجسم طبعا هيبقى مكسر وهيبقى فيه ماليز. ممكن الكومون كولد يقف عند اي مرحله من دول، ممكن واحد لو مناعته عاليه يقف هنا، لو مناعته متوسطه يقف هنا، لو مناعته تعبانه بقى وصحته عدمانه عاده بيخش في السكندري انفكشن اللي احنا هنتكلم عنه، ويخش في الكومبليكيشنز الكتير. ما دخلش في الكومبليكيشن اخره اسبوع، متوسطه اسبوع يحصل ريسولوشن، والجسم بيتغلب على الفيروس، ونسبة البرد عمرها ما تزيد عن 10 أيام أبدا. أي يوم بعد ال 10 أيام هيبقى هو عبارة عن كومبليكيشن. كومبليكيشن بتاعته كل ما يخطر على باتك، يعني أي أيتس تمشي، ساينوسايتس، فارنجايتس، لارنجايتس، أوتايتس،
وبرضو الأنوسميا مهمة علشان بتحصل أوقات كتير قوي الفيروس ممكن يدمر سنسور البسيليوم بتاع الايه السميل، وبرضه يعمل لي انوسميا بس مش كومن قوي في الكومن كول. بالنسبه للتريتمنت طبعا عايزين ريست اهم حاجه، وناخد انتي هيستامين، ناخد نيزل بازوكون سيلكتور، ناخد انالجيزكس، ناخد فلويدز كتير مع الريست عاده، يعني الحاله بتعدي بلطافه في خلال ايه 5 ايام لاسبوع، وهو ده الايه الكومن كول. أمال إيه بقى مشكلتنا مع الكومون كول؟ إن هو الإنفلونزا والكورونا دول إيه كلهم هم كومون كول. طيب هنا الكورونا بقى لازم نتكلم عنها، إحنا قلنا إيه الإنفلونزا زي الكومون كول بس كومبليكيشن أعلى شوية، ونعمل لها ديفرنشال دياجنوز دلوقتي. إيه الكورونا؟ حاليًا إحنا في بانديميك. بانديميك يعني إيه؟ يعني وورلد وايد، مفيش لوكيشن، يعني العالم كله. يعني عبارة عن إيه دلوقتي؟ هي ongoing global pandemic caused بالإيه؟ سارس كوف 2 أو كوفيد 19 فيروس. الفيرست كيس كانت يوم إيه 17 نوفمبر 2019، فين بقى؟ في يوهان في مقاطعة هوبي في إيه تشاين. الفيروس هو كوفيد 19، المود اوف انفكشن أساسا هي دروبلت هي الأساس، اللي هي بالنفس، اللي هي بالإيربورن، دروبلت بالإيربورن، ولكن النفس أقل حاجة. لو كلام يزيد الإيه الإنفكشن ترانسميشن، لو سنيزنج يبقى أعلى، لو الكافينج يبقى أكتر وأكتر، والكافينج هو أكتر حاجة هتعمل كومبليكيشن، لأن عدد الفيروسز بيبقى عالي جدا بنفس الطريقة اللي احنا قلناها دي، الدروبلت بالنفس الأول، بعد كده التوكينج، بعد كده السنيننج، بعد كده كافينج، أكتر حاجة بتطلع كمية فيروس بنسميه فيرال لود اللي هو بيعمل مشاكل جامدة كل ما بيعلى. الكونتاكت هنا مهم أوي إن احنا نعرف عبارة عن إيه، واحد بيلط حاجة كونتامينيتد بالكورونا فيروس أو كوفيد 19، وبعدين بيلط أو يهرش في عينه أو بقه أو مناخيره، لأن الفيروس ما بيخش إلا عن طريق الميوكوس ممبرين، ما بيخشش أبدا عن طريق السكن، ودائما نعرف إنه هيومن تو هيومن، يعني مفيش أي حد بينقل لك بعد الشر، يعني ينقل للإنسان الفيروس غير إنسان زيه، علشان كده مهم جدا نعرف عنه كل حاجة. طيب إيه التايم كورس أوف إنفكشن ده؟ مهم جدا. أنا عندي الإنكيوبيشن بيريود من 5 لـ 7 دايز، وبعض يعني الليتريتشرز برضو فيها ان ممكن لحد 14 يوم يبقى الانكيوبيشن بيريود، لكن متوسطها اللي هو من 5 لـ 7 ايام. طيب من ساعه الاونست اوف انفكشن لحد الواحد ما يبان عليه السيمبتومز متوسطها في حدود ايه؟ يعني انت اصل انك انت خدت الفيروس حاجه وتبقى معدي حاجه تانيه، انت بتبقى يعني العيان يبقى معدي تقريبا من 5 ايام بعد العدوى، ولمده 10 ايام. العشر ايام دول يبقى هو انفكشوس. دي حته مهمه جدا ان هو بيبقى معدي بعد حوالي 5 ايام من العدوى، ويقعد 10 ايام معدي للناس. برضو الكلام ده مهم جدا جدا. السيمبتومز طبعا بتبدأ ممكن من 3 ل 5 ايام من العدوى، وممكن توصل ل 14 يوم، وعشان خاطر الاختلافات الكتير دي هي اللي عامله لنا مشكله في المانجمنت بتاع الايه كورونا فيروس. السيمبتومز بتاعته انا بعالج مثلا عيله فيها 6 افراد، ولا واحد عنده سيمبتوم زي التاني، يعني كل سيمبتوم فيه 1 أو 2 أو 3 أو كلهم أو ما فيش سيمبتوم خالص كمان تقريبا في 80% من الحالات، وعشان كده برضو مش عارفين نعمل له مانجمنت بسهولة. في كاف، فيفر، في شورتنس اوف بريث، دسنيا، سور ثروت، هيديك، راني نوز، تايردنس، ده يعني جسمه مكسر وحمدان، ماسل بين، دايريا، لوس اوف سميل ولوس اوف تيست. واللوس اوف سميل اوف تيست بصراحه موجودين في مصر ايه اكتر
يعني كومون سيمتومز يعني هي الايه لوس اوف سميل اند لوس اوف تيست، اكتر حاجه احنا بنشوفها في العيادات عندنا. الدياجنوزيس بقى مهم جدا، احنا قلنا فيفر، فاتيج، كاف، سنيزنج، اكس وبين، راني ستافي نوز، سور ثروت، دياريه، وهيدكس، وسور شورت اوف بريث. كل دول موجودين في الكولد اللي هو الراينو فيروس، الفلو اللي هو الانفلونزا، والكورونا فيروس. امال احنا هنعرف يعني ان ده كورونا ازاي بالتحديد؟ صعب جدا جدا جدا، هو كلها احتمالات. يعني الفيفر كلها كومون فيهم، هم كلهم. الفاتيج يعني ايه؟ مش انكومن شويه في الكولد. السنيزنج مش موجود في الفلو قوي. الهيدك يعني كومن قوي في الكورونا فيروس، لكن في الاخر تبص تلاقي كلها حاجات متداخله، صعب جدا الجزم بينها. علشان كده في كلمتين مهمين، اي واحد فيهم كومن كود لازم نعامله في اثناء الجائحه هنا اللي هي بانديميك، نعامله ككورونا. مش هنخسر حاجه علشان خاطر ما ايه ما يوديش الناس اللي حواليه في داهيه. يبقى لازم هما الثلاثه زي ما انت شايف كده، كل الايه حاجات شبه بعضها، فلازم نعامله ككورونا. والحاجه الوحيده الجازمه هي المسحه بتاعه كورونا او البي سي ار لو طلع الفيروس كورونا بالتحديد الدي ان ايه بتاعه، ساعتها بنقول عليه كورونا. لكن زي ما انت شايف كده، لا احنا لازم نعاملهم كلهم ككورونا في المرحله الجائحه الصعبه دي. كومبليكيشنز هنا تختلف من واحد للتاني برضه، لكن بشكل عام الكولد اقل كومبليكيشن. الانفلونزا كل الكومبليكيشنز بتاعتها لها الفلو، يعني ايه اللي هي الايتس، برونكايتس، في ساينوسايتس، اوتايتس ميديا. لكن مشكله الكورونا هي في الكومبليكيشنز العنيفه بتاعتها اللي هي بتبقى فعلا تهدد الحياه، وهي اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم. ده اكتر حاجه، وده اكتر حاجه بتخلي الواحد يحاول العيان لايه للمستشفى، تلاقي حصل له قف، دراي قف شديده، ويبقى لو عملت له سي تي هتلاقي الشيست بتاعه فيه الجراوند جلاس ايه اوباسيتيز اللي هي اسمها كريزي باتشز، ماليه اللنجز كلها، وهي دي اللي بتعمل دخول العنايه المركزه، وعاده اللي بتعمل مشاكل وبتبقى سبب الكوز اوف ديث. تاني حاجه، معظم في حالات كتير جدا جدا حصل لها مايوكاردايتس وهارت فيلير، برضو دي الحاجات السيريس. ناس حصل لها نفرايتس ورينال فيلير، هم دول مشاكلنا الحقيقيين اللي بيخلوا كوز اوف ديث في الكورونا فيروس. المهم جدا، في ناس هاي ريسك في الكورونا فيروس، لما يجي لهم العدوى لازم ناخد بالنا قوي قوي قوي، اللي هو نمره واحد اللي هو بيبقى ايه كلوز ايه هاوس هولد كونتاكت، يعني واحد دايجنوزد اوريدي ان هو عنده كورونا وواحد قاعد معاه في البيت، ده بيبقى هاي ريسك. الهاي ريسك بشكل عام الناس الأكبر من 65 سنة، أساس مناعتهم بتبقى ضعيفة. برضو أي واحد عنده هارت أو كيدني أو لانج ديسيز لازم بنخلي بالنا منه، زي الضغط، زي السكر، زي الديب فينوس ثرومبوزيس. الناس اللي عندها كيدني ديسيز أو هارت ديسيز أو لانج ديسيز، كل دول هاي ريسك، ولما بيتعرضوا للكورونا كومبليكيشن تبقى اخطر وبنخاف عليهم. طيب احنا لو واحد هو هاي ريسك او واحد حصل كونتاكت، مهم جدا جدا نعرف الحاجات الاساسيه دي. نمره واحد هنا الماسك، نمره اتنين التباعد، نمره تلاته غسيل الايدين. الكلام كله الوقت اللي مال الدنيا ومال التلفزيون، يبقى وش يور هاندز حاجه اساسيه. دايما اعمل ديسانفكشن لكل الاوبجكت اللي بتستخدمها. افويد تاتش ايه الايز والنوس والماوس، مهم جدا، مناخيرك وبقك وايه وعينيك ما تلطهمش بايدك ابدا. ودايما تسيب ديستانس هنا 1 متر، لا هي يفضل دايما 1.5 متر افضل في المرحله اللي احنا فيها دي. ودايما تبقى ايه ما تعملش اي كلوز كونتاكت مع واحد بكح او عنده حراره. وبعد كده منتين الهيلثي روتين، يعني ايه؟ كل كويس، نام كويس،
اعمل اكسرسايز، وايه الحاجات الصحية كلها لازم تتابعها في هذا الوقت الصعب. لو عايزين نعمل يعني شور دايجنوزيس، بنعمل الدي ان ايه او البي سي ار. المسح بتتاخد من النيزوفالكس زي ما انت شايف كده، ده الشور دايجنوزيس. الكورونا فيروس انتي بودي بيبين لنا اذا كان الواحد عنده انتي بودي كويس بعد الايه، ما خد الانفكشن ولا لا، علشان هل دي ممكن تعيدي تاني ولا لا، ده بيتوقف على التتر بتاع الانتي بودي اللي في جسمه. وكان يدي بلازما ولا لا، لو ان دلوقتي ما عادش يعني ايه موضوع البلازما، ما حدش عاد بياخد ولا حاجه. الحاجه التانيه البلاد تيستنج بشكل عام، يعني معظم الدكاتره بيعملوه علشان ناخد فكره عن العيان، لكن مش هو دايجنوزيس. لو السي بي سي عاده تبقى لو واحد عنده كورونا، هتلاقي ايه الوايت بلاد سيلز بتقل، والايه ليمفوسايتس بتزيد، السي رياكتيف بروتين نون سبيسيفيك بتعلى عاده في وجود الكورونا، الاي اس ار نون سبيسيفيك بتعلى لو واحد عنده كورونا، الفيريتين لو بدا يقل نبدا نديله حديد، الدي دايمر لو زاد ده بيبين لي ان حصل بلاد كلوت وثرومبوزس كتير، لازم اديله هنا الايه الانتي كواجولانت. فهي التحاليل بتاعه البلاد بتساعد في المانجمنت. دي السي تي بتاع العيان، ده نورمال زي ما انت شايف، الشيست نظيفه خالص. في نهايه هنا هي دي الباتشز، كريزي باتشز عباره عن ايه جراوند جلاس اوباسيتي زي ما انت شايف اهوت في التو لانجز. ده دايجنوستيك طبعا للايه للكوفيد 19. التريتمنت مفيش تريتمنت، لازم نكون عارفين كلنا. يقول لك بروتوكول كورونا، دواء كورونا، مفيش حاجه اسمها دواء كورونا، مفيش حاجه اسمها دواء كورونا. بندي تريتمنت على حسب الحاله. واحد عنده حراره هنديله انتي بايريتيك، واحد عنده سكندري انفكشن هنديله انتي بايوتيك، واحد الحديد متكسر عنده كتير في التحليل هنديله حديد، واحد عنده هيستوري دي فينس ثرومبوزس هنديله انتي كواجولانت. سبورتيف تريتمنت الفيتامينات كتير، مش ريكومندد ولا حاجه، اللي ادي زنك وادي فيتامين اي وادي فيتامين سي وادي مالتي فيتامين. لا، لو واحد عنده دياريه هياخد علاج للدياريه، لو واحد عنده جسمه مكسر هياخد الايه باراسيتامول، وهكذا. واحد عنده شيست بروبلم وعنده بدا ينهج هنديله ستيرويد. لازم نعرف مفيش تريتمنت افيلابل خالص، لكن في سيمتوماتيك وسبورتيف تريتمنت، وكل حاله على حسب السيمتومز بتاعتها. ولكن لا يوجد كلمة بروتوكول ثابت. روح مدي 9 10 أدوية اللي هي ماشية في الـ في الـ في الـ في البلد كده أو في أي بلد، لأ طبعًا، لأ هي سيمتوماتيك تريتمنت وسبورتيف تريتمنت، وكل حالة على حسب الوضع بتاعها وحسب الكومبليكيشن دي بتاعها. وإحنا قلنا بالتفصيل كده مفيش تريتمنت خالص. أمال في إيه؟ حاليًا دلوقتي في فاكسينز تمنع، لكن مفيش حاجه تعالج. ازاي؟ عندي فايزر عامله فاكسين، استرازينيكا عامله فاكسين، اوكسفورد يونيفرسيتي في انجلترا عامله فاكسين. هنا ده الفاكسين الروسي وده الفاكسين الصيني، وكلهم بتروحوا حوالين 90 ل 95% سكسس، وكلهم بيجيبوا نتائج كويسه، واي واحد موجود لا يوجد فيه اي مشكله انك انت تاخده. لكن في الاخر اهم حاجه في الكورونا ايه؟ متر ونص تباعد، الماسك، كل شويه تغسل ايديك بالصابونه، وابعد ايديك عن عينيك ومناخيرك وبقك، ده اهم حاجه. كورونيك نون سبيسيفيك راينايتس، هو واحد بقى عنده ايه؟ عنده كل شويه يجيله كومن كولد، كل شويه يجيله اكوت اتاك. هتلاقي التيربنت والميكوزا تبقى اديمتس، والتيربنت هيحصل لها هايبرتروفي زي ما انت شايف كده، لكن في السيمبل ريفرسابل، يعني لو خد اي دواء هتفش وهتبقى الواحد مناخيره تتفتح، يبقى ده ريفرسابل. اما الكرونيك هايبرتروفي كرايتس ريفرسابل، هيحصل فايبروزس تحت الميكوزا والسب ميكوزا، فمش هتفش، مش هت ايه
مش هتقل في حجمها مع اي دواء، عشان كده ده ميديكال وعشان كده ده سيرجيكال. الريبيتد اكيوت اتاك هتعمل لي ايه بقى؟ هتعمل لي نيزل اوستراكشن، هتعمل لي بوست نيزل دريب، يعني دايما يقول لك في حاجه حاسس ببخار موجود خلف الانف، وطبعا الايه في اديمه في الايه في الميكوزا. هنا البريدسبوزنج فاكتورز عباره عن ايه؟ الحاجات اللي هي ريكيرنت انفكشن زي الساينوسايتس، طبعا هتعمل لي اريتيشن، هتعمل لي ايه كل شويه ايه كومن كولد، هتعمل لي ريبيتد اتاك، هتعمل لي الايه كرونيك سيمبرونيتس. الريتيشن زي السموك، حاجه عامله للاوبستراكشن زي ديفيتد سيبتم، واحد مناعته ضعيفه زي الدايبيتس، كل الحاجات دي بتبقى بريدسبوزنج فاكتورز. هنا التريتمنت اول حاجه هنكوركت البريدسبوزنج فاكتورز، لو راجل عنده ساينوسايتس صلحها، لو راجل تعرض لسموك ابعده عنه او اديله ايه الانتي هيستامين عشان مش كل شويه يحصل له ايه كومون كول. لو واحد عنده ديفيتد سيبتم اعدله له، يبقى ده كوركت بريدسبوزنج فاكتورز. وطبعا هنا يبقى في مخاط وافرازات لزجه مضايقه العيان بنشيلها بالالكالين نيزل لوشن، وطبعا اديله فازوكونستريكتورز، وممكن برضو نديله سترويد ايه بخاخ سترويد إيه لحد ما نصلح له البريدسبوزنج فاكتورز. امال كرونيك هيبيتيك رايتس هي دي بالظبط بس ادفانسد ستيج. الادفانسد ستيج هتعمل ايه؟ هتزود الانفلاماتوري اديمه، هتزود الفايبروزيس، فالتربنت الضخمه دي مش هتفش تدريب الدواء. ودي اكتر حاجه بتبقى حاصله فين؟ في الراينارتس ميديكامنتوزا، اللي هي واحد ياخد ايه نزل دروبس كتير، كل ما ياخد نزل دروبس مناخيره هتفتح، لان يحصل ايه كونتراكتشر للايه للماسكولتشر بتاعت الفيزلز، مره اتنين تلاته خمسه سته، كل شويه يزيد اكتر الايه النيزل دروبس لحد ايه ما عادش تتحرك خالص، تبقى الفيزلز خالص ما ايه عطلانه. نعم، على كده الناحيه اليمين هتجيب ايه دم، في الناحيه اليمين ستجنيشن، هتلاقي مناخيره قفلت، ناحية على الشمال تلاقيها قفلت، ويبقى دايما حاسس بنيدل اوبستراكشن، والعلاج بتاعها بيبقى صعب جدا. احنا مهم جدا ما ناخدش نيزل دروبس عمال على بطال، خدها في وقت قليل جدا جدا وعند اللزوم بس. هنا البيرمنت هايبرتروفي انفيريور تربت، هنا بعوده عمليه الدواء ما بينفعش معاه، والعمليه انك انت تعمل ريدكشن للسايز بتاع التربت باي حاجه. بارشال تربريكتومي معناها بالمقص، ممكن نعمل بايه بالدياسيرمي سب ميكوزال دياسيرمي، ممكن نعمل بالكوبليشن اللي هو هاي راديو فريكوانسي، وممكن بالليزر اي اله من الات، حتى كريو سيرجري كله ممكن يقلل لي حجم التربنت عشان في الكرونيك هايبرتروفي العين يعرف يتنفس. الاتروفيك راينايتس، الاتروفيك راينايتس عباره عن اتروفي اوف ذا نيزل ميكوزا ديو تو بري ارتيريال فيبروزيس واند ارترايتس اوف ذا تيرمينال ارتريول. احنا لو في تيرمينال ارتريول في الانف واتقطع خلاص الحته دي بتموت وبتعمل كراست. الكراست هيحصل له ايه؟ زي اي حاجه ميته يحصل له سكندري انفكشن بالسابرو فايتيك اورجانيزم، هيبقى ريحته وحشه، وهيبقى في اوفنسيف ايه ديستشارج، وده لو الكراس ده حصل له سيباريشن هيعمل لي الايه الابستاكسس. يبقى مشكلتنا كلها ان ايه في حته بتموت جوه الانف نتيجه قطع البلاد سبلاي، وبعد كده هيبقى ايه التربلت هيحصل لها اتروفي لما انت شايف كده، وده اللي يحصل لها اتروفي النوز هيبقى رومي، هيبقى واسع بالشكل اللي انت شايفه ده. يبقى مشكلتنا كلها هي ايه الديجنريشن اللي بيحصل للسيليتد ابيثيليوم واللي يحصل سيروميوسانس جلاند، يستمر لحد ما يحصل كمان للتربلت، وبعد كده الميكوزا يوسع الانف بالشكل الصعب ده اسمه رومي نوز، وهتلاقي الكراستيشنز بالريحه الوحشه، بالانف واسع قوي قوي وفي كراست ريحتها وحشه قوي قوي، والمشكله ان العيان نفسه ما بيشمش، فبيبقى عامل مشاكل اللي حواليه وهو مش شامم ومش عارف ان هو عامل المشكله. في هنا التايبس بتاعتنا برايمري اتروفيك راينايتس، وده مش معروف سببه، دي سيوريس. سكندري اتروفيك راينايتس واحنا عارفين سببه. ايه بقى اللي احنا مش عارفين سببه هنا؟ هرمونال. ايه هرمونال؟ دي كلها سيرز.
ايه موضوع الهرمون؟ يقول لك والله عند البيوبرتي البنات الاستروج بيبقى قليل شويه، ممكن الهرمون ديفيشنسي يعمل لنا اتروفيك راينايت. دي الثيوري. حاجه تانية يقول لك انفكشن، في ناس بيحصل لها انفكشن بكليبسيلا وزينا وجرام نيجاتيف اورجانيزم، لو قعدت فتره كبيره ممكن تعمل لي اتروفيك راينايت. في ثيوري تانية تقول لك لا، ده الفيتامينز لو قل هو والاير ممكن ايه يدمروا لي الميكوزا بتاعت النوز ويعمل لي اتروفيك راينايتس. ثيوري تالت رابع بتقول ايه، لا ده سم ايه ترومك امبالانس والسيمباثيتيك اوفر اكتيفيتي، وده اللي بيعمل دراينس وده اللي بيخلي اتروفيك راينايتس. ناس تانية قالت لا لا سيبكم الكلام ده، ده هو كله ده اوتو اميون ثيوري اللي احنا بنحطها في كل حاجه مش عارفين السبب. يبقى ممكن واحد اتنين تلاتة من دول، وممكن واحد بس، وممكن مفيش منهم خالص، لكن في الآخر كله ده النون. أما سكند أتروبيك رايتس بلومبا عارفين السبب زي إيه، واحد عنده ديفيتد سيبتم فالوايت سايد بيخش له قوي كتير يعمل دراينس ويعمل لي أتروفيك راينايتس. واحد بارشال تربنكتومي بس مش واحد إيه دكتور راح شايل 90% من التربنت دي و90% من التربنت دي، طبعا هيحصل له اتروفيك راينايتس لان ما عادش في ميوكاس جلاند وما عادش الحاجه اللي هي بتقلل الكاليبر بتاع الانف. الانف هيوسع جدا، هيخش عليه اير كتير، هيعمل له دراينس ويعمل له اتروفيك راينايتس. برضو الناس اللي عندها خدوا الراديشن في على النوز او المناطق اللي حواليه ممكن تدمر الميوكوسيلري ايه سيستم وتعمل لي اتروفيك راينايتس. برضو الايه اي سبيسيفيك انفلاميشن زي اللوبس زي السيفاليس زي السكلروما برضو ممكن يعمل لي اتروفيك. الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا زي ما احنا قلنا، اول حاجه بيبقى يحصل اتروفي للفاكتوري ميكوزا فيبقى في انوسمي. تاني حاجه احنا قلنا ايه اتروفي للايه للسنسوري نيرف ووجود الكراستيشن يعمل لي نيزال اوبستراكشن. الكراست مع السبروفايتك اورجانيزم هيعمل لي اوفنسيف اودر. السيبريشن كراست هيعمل لي ابستاكسيس. كله ده من الباثوجينيسيس هنعرف. يبقى انا عندي رومينوس رون انف واسع جدا، ابص كده في الانف الاقي اشوف الكوانا مباشره. ها بدي ده لو بصيت لقيت الكوانا مباشره ده اتروفيك راينايتس. مش المفروض انك انت ما تبص في الانف تشوف الكوانا وهتلاقي فيها المشاكل دي. الدياجنوز بتاعنا يعني هو كلينيكالي طبعا، لكن مش هيجرى حاجه لو عملنا سي تي شوف النورمال هنا التربلت هنا قد ايه، هنا شبه ما فيش يعني ولا حتى خمس دي، شوف التربلت هنا قد ايه والتربلت هنا قد ايه، يبقى بيبين لنا الاطروفي شوف ان النوز هنا رومي واسع ازاي النوز، فطبعا السي تي بيبين لنا تماما. طبعا الاندوسكوبي هيبين لنا الايه الكراستيشنز والرومينوز. البيوبسي هنلاقي الاتروفيك راينايتس في ايه انت ارترايتس، وهنلاقي بري ارتيريال فيبروزس زي ما احنا شايفين في الايه البيوبسي. التريتمنت هنا هو عاده ميديكال، ونعمل الكالين ريزولوشن علشان نطلع الافرازات حته وحشه والكراستيشن. الجلوكوز 25% انجليسرين ده مهم جدا ان هو بحاجه بتنزل الكراست عشان خاطر ريحتها الوحشه، والجلوكوز دايما بيبقى ضد السبروفايتك اورجانيزم. الانتي بايوتكس هنا مهم تكون على كالتشر اند سنسيتيفيتي، وعاده دلوقتي بندي حاجه الجرام نيجاتيف اللي هي كينولون، وهي ممكن تتاخد بحوالي 10 ايام بتجيب نتيجه كويسه. سترويدز هنا عاده يبقى لوكال، وطبعا الفيتامينز عشان الثيوري ان هو فيتامينز واير لو كانوا قليلين بندي الفيتامينز واير. بالنسبه للسيرجيكال يعني مش عاده بيحصل، لكن في محاولات كده حصلت كتير ان احنا ريديوس الكاليبر اوف ذا اير واي، والاير واي واسع جدا جدا عامل كل المشاكل، فبنقلله ازاي؟ بنحط سب ميكوزال ايه فات او ماسل او تفلون فين في الفلور اوف ذا نوز وفي النيزل سيبتم. هنا نحط هنا كده في الفلور سب ميكوزال او سب ميكوزال للسيبتم عشان يقلل الكاليبر اوف ذا نوز بالفات او ماسل او تفلون. التمبر كلوزر هنا بيبقى ممكن نقفل واحده انف كده لمده سنه،
وعادة إيه بتجيب نتيجة، بس طبعا قفل أنف لمدة سنة هي مش منطقية، لكن بعض الإيه الدكاترة بيعملوها. الاسكلروما هي عبارة عن إيه كرونيك انفلاميشن سبيسيفيك انفلاميشن اوف ذا ابر ريسبيراتوري تراكت باي كليبسيلا راينوسكلروما، اللي هي نسميها جرام نيجاتيف فريخ باسيلس، جرام نيجاتيف فريخ باسيلس. ده ممكن يحصل في النوز راينوسكلروما، ممكن يحصل في الفانكس فارينجوسكلروما، في لاركس ده لارينجوسكلروما سابلوتيك اهو، ولاكريما الاباريتاس ممكن يعمل لي داكريو اسكلروما. الرينوس كولروما حاجات مهمة لها جدا، كلام مهم جدا، انها كومون ان ايجيبت، هي انديميك في الشرقية، المود اوف انفكشن از انون، حتى هذا اليوم ما نعرفش الرينوس كولروما بتتنقل ازاي. طيب الباثولوجي بتاعها عبارة عن ايه؟ السب ميكوزا انفلتريتد بالايه؟ جرانيوم تستشو كاركترايزد باي ميكوليس سيلز، دي لارج فوام ايه سيلز containing the bacilli زي ما انت شايف كده. امال ايه راس البوتس؟ دي بلازما سيلز with hairline degeneration والبان ريد باليوجين ستين زي ما انت شايف كده. الكلينيكال بيكتشر عندنا ثلاثة ستيج، الاتروفيك ستيج هايبرتروفيك ستيج والايه الفايبروتيك ستيج. الاتروفيك ستيج بيبقى فيه ايه اتروفي في الميكوزا، دي حاجة أساسية ان احنا نفرق بينها وبين الايه الاتروفيك راينيتس. طبعا هنا الوضع بيبقى مختلف على اساس ان احنا بيبقى عندنا ايه الميكرو سيلز والراس البودز بالبيوبسي، لكن الفرق بين الاتروفيك ستيج هنا والاتروفيك ستيج في الاتروفيك راينيتس صعب جدا من غير بيوبسي، لان برضو هي نفس النزل اوبستراكشن الكراستيشنز والديسشارج عاده تبقى واحد. هنا الهايبرتروفيك بقى يبقى يبان ايه النديول عباره عن ايه بقى النديول ديت بتبقى موجوده تبدا في الايه هي بتبقى يلوش او ريدش نديول تبدا تبان على الابيور بارت بتاع النيدل سيبتم، وبعدين النديول تكبر وبعدين يبقى في اكتر من نديولز ونديولز اكتر واكتر واكتر تملى النوستريل، وبعد كده ممكن تطلع للابر ليب ممكن تطلع على النوز وممكن تملى الفيستيبيول، ودي بتبقى مهم جدا انها حتى ممكن توصل للاكريم الابريتاس زي ما احنا قلنا، وطبعا بتعمل ايه اوستراكشن وتعمل اكسترنال ديفورميتي ممكن تعمل برودنينج للنوز، كله على حسب ايه الوقت اللي انت شفت فيه العيان، بس دائما وابدا لا بيحصل فيها ألسريشن ولا عمرها تعمل برفوريشن للنيزل سيبتم. الفيبروتيك ستيج هنا بعد مرحله كده من الهايبرتيك ستيج يبدا بقى يحصل اكستنسيف فيبروزز، يحصل اكستنسيف ادهيجنز، ويبدا الانف ايه من الشد بتاع الادهيجن ممكن يحصل له كولابس لايه للنيزل تيب، ممكن يبقى شكل الانف يتغير بالشكل اللي انت شايفه ده نتيجه الاكستنسيف ايه فايبروزس. في نقطتين مهمين جدا في كلينيكال بيكتشر، ان مفيش كونستويشنال ساينز، يعني ايه لا في فيفر ولا في ماليز ولا في رابد بالز ولا في اي حاجه من الحاجات بتاعه ساينز اوف انفكشن. تاني حاجه مفيش ليمفادينايتس، يمكن هي الايه كرونيك انفلاميشن السبيسيفيك الوحيد اللي ما عندوش ايه ليمفادينايتس. الدياجنوستس معروف، كالتشر هتلاقي فيها الفريخ باسيلس، ده الفريخ باسيلس، البيوبسي هتلاقي فيها الميكوليس سيلز والراس البوديز، فبتبقى في شور دياجنوستس. التريتمنت بتاعنا كل ما كان ايرلي كل ما كان احسن. التريتمنت هندي ايه؟ كان يعني كاتبين في الكتاب ستريبتومايسين وريفامبيسين وتتراسايكلينز، الحاجات دي كلها حاجات قديمه. احنا دلوقتي بندي الكينولون عبارة عن قرص واحد يومين لمدة 3 أسابيع، وبعد كده بيدي توبيكال ستيرويد والكلاينيز لوشنز عشان إيه كل الإفرازات والإيه والحاجات الوحشة بتاعت الكراستيشن في الإيرلي ستيج أو بتاعت الإيه الريحة بتاعت النديولز والحاجات ديت، الكلاينيز لوشن مهم لها، والستيرويد بيساعد جدا على الإيه
مساعده الانتي بايوتيك في الهيلينج. السيرجيكال مش في سيرجيكال كتير للراينوس كولوروما، لكن ممكن بالسي او 2 ليزر بينشيل كالينوميتاس ماسس لو كانت كبيره وقفلله مناخيره، ممكن تعمل بالسي او 2 ليزر وبنحط تيوب اقل حاجه لمده ايه شهر ونص في انفه علشان نعمل ريبوسيلايزيشن للنيزل كافيتي. لو حصل ديفورميتي جامده ممكن نعمل لها بلاستيك سيرجري علشان نصلح الايه الديفورميتي بالسيرجري. السيفاليس موجود في كل حته، موجود في كل سنه من السنين اللي انت خدتها، بتاخدها في ثالثه وتاخدها في رابعه وتاخدها في خامسه وتاخدها في سته، كل واحد فيهم في كل سنه من السنوات ديت ليك الجزء اللي يخصك فيها. فاحنا بالنسبه لنا احنا هنتكلم على الكونجينيتال. الكونجينيتال بيبقى ايه؟ هو ايرلي 3 شهور الاولانيين من العمر اب تو 3 مانث بس، ويبقى الكومن فيتشرز بتاعته هي السنافلز. ايه هي السنافلز؟ زي ما انت شايف دي السنافلز، بيرزيستنت بيوريتس تشارج وفيشرز للفيستيبيول والابر ليب من كتر البيوريتس تشارج، ده السنافلز. طيب الليد بقى بيبقى من 3 سنين للبيوبرتي، يعني الواد لو عدى 3 شهور بيبقى الفتره دي كلها عنده ايميونيتي عاليه من امه، فبيحصل ما ينبانش عليه حاجه الا بعد 3 سنين. هنلاقي ايه؟ هنلاقي الجمى. الجمى معروفه انها بتيجي فين؟ بتيجي في البون، فموستلي تيجي في البون. الجمى بتعمل بقى ايه؟ ديستراكشن زي ما انت شايف كده، عامله له هنا ايه؟ ده ساد اللوز اهو، ها؟ عامله له هنا برفوريشن للنيزل سيبتم. الجمى ممكن تعمل لي كل المشاكل بتاعه الايه اللي احنا بنسميها كلاسيك ستيجماتا اوف كونجينيتال سيفنس، اللي هي دي اسمها نسميها الهاتشنز فيس اهي، برفوريشن للايه للسيبتم بوستيريورلي على لانه بون، مع ديستراكشن للايه الفريم ورك بتاع النوز. دي هنا في ساد النوز، هنا انترستيشال كيراتايتس، هنا فرونتال بوسينج، كل الحاجات دي اسمها ايه ستيجماتا اوف ذا كونجينيتال سيفلس. الاكوايرد بيبقى الشنكر، ده شنكر في النوز اهو، ده عباره عن هارد بينس بابيول السريتس تو فورم بينس السر، وده الايه الاكوايرد هنا اللي هو البرايمري ستيج بيبقى من 3 ل 6 ويكس شنكر ولوكال لينفادينايتس زي ما انت شايف كده. مهم جدا ده بيبقى لوكال لينفادينايتس بتاعه في البري اوريكولار او السب مانديبولار اللي هم بيعملوا درينج للنوز. السكندري ستيج من 6 ل 9 ويكس من انفكشن، وده بيبقى عندنا سيمبل كاتر راينيتس كده، لكن الحاجات الجنرال بقى هي اللي بتبينها لنا اللي هي الميوكوس باتشز، عاده بتبقى ممكن في الماوس لكن صعب تيجي في النوز، جنرالايزد راش وجنرالايزد لينفادينايتس. التيرشر ستيج بقى هو من 1 ل 3 سنين من العدوى، وده هو الجمع في النوز اهي. الجمع في النوز بتبقى جايه فين؟ في البوني. فهنا هنا لما تيجي في البون هتعمل لي ممكن تعمل لي ساد النوز علشان جت في النيزل بونز. طب لو جت في البلد هتعمل لي اورو نيزل فيستولا. طيب لو اثرت على سكال بيس فوق هتعمل لي انتركرينيال كومبليكيشنز. طب على النيزل سيبتم بوستيريوري هتعمل لي ايه؟ بوستيريور بورفوريشن. على الميكوسيلياري هتعمل لي ميكوسيلياري ايه؟ ديسفانكشن، هتعمل لي اتروفيك راينيتس. فكلها كومبليكيشنز بتاعت الجمع. الدياجنوزيس بتاعنا في سيرولوجيكال تيست المعروفين بتوع السيفاليس اللي هو وزرمان رياكشن، خنزي تيست، تريبونيوم وليدا امبوليزيشن تيست، ودلوقتي في حاجات رابيد سكرين تيست موجوده في الماركت للسيفاليس بتبين لنا السيفاليس على طول، زي الايه التيست اللي انا شايفه اس تي دي تيست ده، والتريبونيما بلديدا ما هو بيبان في السمير بتاعت اي نيزل ديشارج ممكن نلاقي فيها تريبونيما بلديدا. البيوبسي هتبان ايه؟ البيكتشر بتاعت السيفاليس. الدياجنوزيس عاده سيرولوجيكال تيست والبيوبسي يديني شور دياجنوز. التريتمنت اساسا هم بنسلين، البنسلين اقل حاجه يتاخد اسبوعين،
ويعني هو حاسم بالنسبة للتريبونيما باليدا للسبايروكيتي بشكل عام، لكن المشكلة في الايه الكوميونيكيشنز الكتير اللي حاصلة، مش هو نتيجة الايه ان البنسلين هيحوشها، عايزة بقى ايه الديفورميتي اللي حصلت، ممكن تعود سيرجيكال ريبير علشان الديفورميتي والبرفوريشن دي كتير لسه قايلينها. طبعا البنسلين مش هيحوش، البنسلين هيموت الاورجانيزم بس، لكن احتمالات نعود سيرجيكال ريبير للديفورميتيز اللي حصلت. اخر حاجه في الكرونيك سبيسيفيك انفلاميشن بعد الايه او جرانيلوما اللي هي السيفاليس وال سكليروما اللي هو اللوبس. ايه موضوع اللوبس ده؟ هو عباره عن تي بي بس فلو فايرولنت، يبقى انيكوليشن ومفيش حد بيعمل لك العدوى. عاده واحد بيبقى لاطت ايده في ايه في تيوبرك الباسيلس وفلو فايرولنس، وهو اللي بيعمل ايه نوز بيك، هو اللي بيدخله لمناخيره، ولازم يكون عنده لوور دو اميونيتي طبعا. انيكوليشن اوف تيوبرك الباسيلس وفلو فايروس باي نوز بيكينج، ايه اللي بيحصل؟ هو بيأفكت السكن والميوكوس ممبرين الاثنين. لما بيدخل اول حاجه تبقى قابل جين ديولز على الميوكوس شانل جانكس زي ما انت شايف كده، وبعد كده ان ديولز تكبر، وبعد كده يحصل لها السريشن. السريشن يعمل لها بورفوريشن، البورفوريشن ده بيبقى انتيريور في الكارتينيزال بورشن، بيضم النوز كله وتضم الكارتينيزال بورشن زي ما انت شايف كده. بعد ما تدمره يحصل فيبروزس، ويعني يحصل اكستنسيف ديفورميتي بالشكل الصعب اللي انت شايفه ده. الدايجنوزس طبعا لو في سمير هنلاقي تيوبيكل باسيلاي، لو البيوبسي هنلاقي تيوبيركلاس ايه جرانيلوما، ودي حاجات كومن وحاجات ايه معروفه من سنين طويله. التريتمنت بندي طبعا انتي تيوبيركلوزس تريتمنت اللي هو الكورس بتاع تريتمنت بتاع التي بي، وعاده بندي فيتامين دي معاها، ولو حصل برضو سيرجيكال ريبير علشان النيزل ديفورميتيز في بعض الحالات بتعوز سيرجري مع الانتي تيوبركلوس تريتمنت. ثانك يو.